يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في قوله سبحانه وتعالى ورفعنا لك ذكرك، يوجد في بعض المساجد مكتوب فوق المحراب على اليمين الله وعلى اليسار محمد، فهل هذا العمل جائز؟ هذا ممنوع، إن يعني هذا معناه أن الرسول يساوي الله جل وعلا، المساواة بين الرسول وبين الله، فهو مظهر سيء قد ينبي عن اعتقاد فاسد. الكتابة في المسجد من حيث هي ممنوعة، الكتابة ممنوعة من حيث هي، كيف إذا تضمنت معنى سيئا فيجب إزالتها. نعم.